ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ مره كمان الف مبروك للاهلي، ده من قلبي يعني. يعني حتى زمايلي الاهلاويه عارفين ان انا النهارده كنت قاعد عمال بشجع الاهلي بقلب جامد جدا جدا، وكان نفسي جدا انه الاهلي يجيب 2-0 كمان مش 1-0. وبعدين كنت حتى وانا في الطريق فكنت قاعد عمال بسمع بقى ايه على الراديو على اون سبورت، فكنت بسمع الماتش وكان في ودني طول الحمقه بتاعت هشام حنفي. هشام حنفي بقى كان قاعد يعيني محموق جدا وقاعد عمال واضح ان هو متعصب وباين جدا على صوته وانا قاعد عمال بسمعه في الراديو. وبالمناسبه بقى دي من الحاجات اللي انا بحب اقولها، يعني هشام حنفي كان معايا في المدرسه بس اكبر مني بدفعتين، وبعدين هو طول عمره كوره يعني من واحنا صغيرين قد كده. انا دخلت المدرسه انا في اولى ابتدائي، هشام كان في ثالثه. هشام كان طول عمره نجم الفرق المدرسيه لحد ما بقى واحد من اهم نجوم الاهلي والمنتخب ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه يا رب. فده يستدعي ان انا اقول له عجزنا جدا يا هشام. تعالى بقى نتكلم على اللي انا كنت لسه بقوله حالا دلوقتي لزميلاتي العزيزات. النهارده في حلقتنا الخير كتير لاسباب عده، جزء منها بالتاكيد هو افتتاح مشروعات تنمويه في جنوب الوادي. طبعا الرئيس كان يعني النهارده موجود في المناره، هذه الامور كانت بتفتتح عن طريق الفيديو كونفرنس والرئيس ليه كلام كتير بهذا الصدد. لكن انا عايز ابدا الاول من الخارج، عايز اتكلم على ملف اعتقد احنا كلنا كمصريين وفي اولنا وفي مقدمتنا فخامه رئيس الجمهوريه لا نعتبره ملفا خارجيا او متعلقا بالسياسات الخارجيه، احنا بنعتبره انه ملف امن قومي مصري. والرئيس طالما وصفه بالوصف اللي بيحبوا الناس اللي زي حالاتي وغيرنا، اللي بنعتبر بيه انه قضيه الصراع العربي الصهيوني هي قضيه مركزيه لمصر لا حيده عنها، ولا نمتلك حتى في قلب ضمائرنا القدره ان احنا نسكت او نفوت او ما نقفش. يعني نسكت ونفوت دي مش موجوده، لكن ما نقفش بمنتهى الصلابه لاجل هذه القضيه لا نستطيع. يعني لا عقلنا ولا منطقنا ولا تاريخنا ولا عقيدتنا كبلد، عقيدتنا السياسية وعقيدتنا العسكرية وعقيدتنا إحنا في ضمائرنا كمجتمع مصري لا نستطيع أن نترك فلسطين. وده هيخليني هتكلم معاك شوية في مسألة مصر عملت إيه في جولة سياسية شديدة الأهمية من يوم 7 أكتوبر، وخليني هوصفها لك كده بأنها جولة سياسية حقيقية يعني، وأقدر أوصفها بقلب إنها أقوى جولة سياسة خاضتها مصر من 50 سنة. هتيجي تقولي يعني دي كانت أقوى من المفاوضات بتاعت اتفاق السلام؟ أقولك واحدة واحدة. إحنا دخلنا الاتفاق ومفاوضات السلام أولا دولة أمام دولة على خط التماس، دخلنا حروب في وش بعض، يعني احنا دخلنا ضدهم في 48 وفي 56 وفي 67 وفي حرب الاستنزاف وفي 73، فكان عندنا 5 جولات عسكرية مع الكيان الصهيوني وكللت بالنصر المؤزر. دولة دولة خضنا أمامهم 5 حروب، فزنا في الحرب الأخيرة في 73، وأنا من أنصار إن إحنا وكنا نفوز دائما ويعامل كده زي الفوز بالنقاط في حرب الاستنزاف من 67 وصولا لنصر 6 أكتوبر. بس كمان هي دول بوضوح محددة لينا حدود سياسية واضحة أقدر وأنا داخل أتكلم، وكمان أنا زي ما أقول كده وأنا داخل مفاوضات كعبي عالي أنا المنتصر. فكانت جولة المفاوضات بتاعتنا مهمة طبعا، صعبة طبعا، بس الجولة بتاعتنا من 7 أكتوبر وحتى الآن كانت أصعب وأشد وطأة. أولا أنت داخل كوسيط ما بين بلدين، بلد منهم هي الكيان الصهيوني للأسف الشديد، وبلد آخر هو موجود مزروع في فؤادك، شعبه جزء كبير جدا منه هو جزء من التركيبة المصرية بحكم الظروف، مش بس بحكم الجوار، في الجوار وفي الظروف، النزوح اللي حصل في نكبة 48. فأنت وانت بتتفاوض انت بتتفاوض باعتباره أنه البلد المجاور، البلد المظلوم، الشعب المكلوم، وفي نفس الوقت هو جزء من تركيبتك الاجتماعية، وفي نفس الوقت
انت الحارس الامين على الامن القومي للشعب الفلسطيني، وانا قاصد استخدم هذا المصطلح الحارس الامين للامن القومي للشعب الفلسطيني بل وكل مقدرات الشعب الفلسطيني. المسألة مش بس امني القومي، بس هذا الشعب كمان يعني. وعليه أن تخط جولة حامية الوطيس صعبة إلى أبعد الحدود. أنت بتتكلم مع الصهاينة وبتحارب سياسيا العالم. حرب بمعنى إيه؟ حرب بمعنى العداء؟ لا، أنت تحارب وجهات نظر وتريد تغييرها وتريد تحييد اللي فيه شيء من الصلاحية منها، وتريد أن تؤكد على أقوى النقاط المتعلقة بحق هذا الشعب في الحياة، وده أولا في الحياة وده أولا، وفي تقرير مصيره وده يجي أولا وإن كان بعدها، بس الأول خلي الناس تعيش ثم تقرر مصيرها لأن هذا حق أصيل ليهم. فأنت مريت من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة بكم معارك سياسية مهولة، جولات تفاوضية لا يستطيع أحد أن يتصور حجم معاناة المفاوضين المصريين فيها لتقريب وجهات النظر بمنتهى النزاهة، بنزاهة مطلقة. لو في حاجة أكتر من 100% هقولك فيه المفاوض المصري. وفي نفس الوقت وانت بتتفاوض انت قاعد على محك إن أنا لازم أدخل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واللي في نفس الوقت الكيان الصهيوني قاعد بيحارب دخول هذه المساعدات بكل ما أوتي من قوة. يعني هو بيحارب دخول المساعدات وبيروج في صور مكذوبة أمام العالم، صورة ذهنية عامة أمام العالم باعتبار أنه هو اللي مظلوم وهو المضار وهو المسكين وهو القتيل وهو الذبيح إلى آخره. كذب. وخلي بالك، ويمكن زي ما كان بيتكلم الرئيس، لما بيبدأ الخصم يستخدم الكذب ويروج الأكاذيب اعرف ان وضعه اصبح سيء. يعني ايه؟ يعني انت زنقته، حصرته، ما بقاش عارف يفلفص، فما بقاش في قدامه غير انه يقعد يكذب، زي قصة CNN اياها كده، او زي قصة نحن ننسق مع مصر على معبر رفح. كذب، ما حصلش. وكان الحقيقة التصريحات شديدة الوضوح، لم ننسق ولن ننسق مع الإسرائيليين على معبر رفح، لأنه معبر رفح ده معبر مصري فلسطيني طبقا لاتفاقات دولية برعاية الاتحاد الأوروبي، زي ما كنت دايما بقول لكم ده اتفاق نوفمبر 2005 اللي احنا بنسميه اتفاق المعابر. فالدخول والخروج فلسطين، ان يجي الإسرائيليين يسيطروا على هذا المعبر، طب لا. فبدأنا نشتغل على معبر كرم أبو سالم ونجحنا في ده علشان ندخل المساعدات للشعب الفلسطيني، لأنه مصر مصرة على انه الشعب ده لازم يعيش وايا كان الثمن. وخلي بالك، مصر لا تبخل باسمان، مش بكلمك على الفلوس. مصر ما بخلتش بدماء وبارواح ولادها من 48 خالص، وهي الاغلى بالتاكيد، اغلى من اي حاجه. بس كده؟ لا، مصر وقفت قدام العالم تشرح احقيه الشعب الفلسطيني في حقه بالحياه، أحقية الشعب الفلسطيني في أنه يدخل المساعدات الإنسانية، أحقية الشعب الفلسطيني لأجل أن تتوقف هذه الحرب، أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة، وحددت حدود أنه إحنا هنشتغل على ما قبل 4 يونيو 1967، وحددت أنه هذه المفاوضات جزء منها ولا يتجزأ بل هي مركزية، أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية. مصر خاضت هذه المعركة السياسية بمنتهى القوة، بمنتهى الثبات على كافة المبادئ المصرية، وبمنتهى الجرأة مهما كانت الأثمان. واشنطن هتزعل واحنا مكملين، لندن هتزعل احنا مكملين، برلين هتزعل احنا مكملين مهما كان اللي هيحصل. ده مصر يا جماعة خلي بالك، ده انت عندك مشاكل اقتصادية ماين مع الناس دي. خلي بالك أنت محاط بالتوترات من كل جانب ويتغمز لك. لا، أنا قادر على التعامل مع كافة الملفات، أنا عندي داخل قوي متماسك، عندي مصالحة سياسية شديدة الوضوح ما بين المعارضة وما بين الموالاة،
أو المؤيدين، عندي جيش قادر على حماية البلد زي ما كنا بنشوف في فيلم أسف في مسلسل في رمضان، احنا كنا بنشوف مسلسل، أنا نسيت والله العظيم بقيت بس الأسماء. مصر عندها جيش يطوي البلد كده من أولها لآخرها، شرقا غربا شمالا جنوبا، الاختيار. دي كانت كلمة الرئيس حتى لو تفتكروا، طبعا هنا كان بيقوم بيها ياسر جلال وهو يجسد شخصية الرئيس في الاختيار، وقال له ده الجيش المصري يطوي البلد دي في ساعات من شمالها لجنوبها شرقها وغربها، لما كان خالد الصاوي بيقدم الدور بتاع خيرت الشاطر. يا رب، ربنا أعلم بقى بنيتي يا رب بعدها إيه. حلو، طيب، فأنا عايز هرجعك على قصة فلسطين وهنتكلم فيها وده مهم، بس خليني أقول لك إنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقدم التهنئة للنادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخ النادي، كمان بيقدم فخامة الرئيس التهنئة لكل المصريين بهذا الفوز. الجملة دي مهمة جدا، التهنئة لكل المصريين بهذا الفوز، ده فوز للكرة المصرية، يعني الأهلي بطبيعة الحال كلنا لازم نبقى فرحانين بفوز الأهلي على الترجي وحصوله على البطولة رقم 12. ما شاء الله. تعرفين كمان في احتفالات في فلسطين، في غزة، فلسطين تحديدا، بفوز الأهلي على الترجي، وده جزء من اللي أنا كنت بقوله لك. الفلسطينيين جزء من التركيبة الاجتماعية المصرية، ده من قلب المخيمات اللي انت شايفه قدامك، ده من قلب المخيمات، هم فاتحين الشاشات وبيتابعوا الماتش وبيفرحوا بالنتيجة وما إلى ذلك. فعندك هنا مشهدين مهمين جدا ومتلاصقين، حب الحياة، الاستمرار، احنا مستمرين، احنا عايشين وهنكمل وهنمارس حياتنا بأي شكل من الأشكال وبأي قدر نستطيعه. مش بس كده، احنا بنحب مصر، بنحب المصريين. دي صورة من قلب غزة، هو بيتفرج على الماتش عشان مصر، هو عاوز الأهلي يكسب. هرجعك هنا تاني على مسألة الجولة السياسية الأصعب من 50 سنة، واللي أقدر أقولك أن مصر قدرت أنها تنجح فيها بمنتهى الاقتدار. نجحت فيها لأنه مصر عندها مجموعة من المبادئ الثابتة ولا تحيد عنها على الإطلاق. نجحت فيها لأنه مصر نزيهة نزاهة مطلقة. نجحت فيها لأنه مصر أجادت استخدام كافة أوراق اللعب على مائدة المفاوضات، على المائدة الصحفية والإعلامية، على مائدة الدبلوماسية الرئاسية، واللي تلقينا بيها كل المكالمات اللي ممكن تتصورها، بل وكل اللقاءات لما جم قادة وزعماء الدول إلى القاهرة لملاقاة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتناقشوا معه. وصلنا إلى أنه أصبح في دول في العالم مستعدة تروح الجمعية العامة وتصوت لأجل عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بأغلبية 143 صوت. مصر عرفت توصل لده، توصل لده بالتأكيد مع شركاء دوليين، ما بنكرش، لكن الشركاء الدوليين دول ما كانوش موجودين قبل كده. افتكر يوم 7 أكتوبر الكل كان يدين المقاومة، والكل كان يعتبر أن المقاومة إرهاب وأن الغلابة هم الصهاينة. إيه اللي قلب الصورة وقلب الآية عشان نحصل على تصويت 143 دولة؟ إيه اللي قلب الصورة وقلب الآية أن أنا ألاقي 3 دول واقفة زي النرويج، زي أسبانيا، زي إيرلندا، وتقول ونحن نعترف بالدولة الفلسطينية؟ هي أن مصر خاضت المعركة، ده فعلا مش هزار. مصر خاضت المعركة، مصر لما بتخش معركة بتكسب. مصر دخلت معركة ضد الإرهاب وكسبت، دخلت معركة ضد الفساد الاقتصادي والاقتصاد المتردي اللي كان موجود عندنا علشان نعمل مشروعات تنموية بالغة الضخامة يتحدث عنها العالم، زي ما العالم كان بيتكلم على حياة كريمة، زي ما العالم بيتكلم على محطات التحلية ومحطات المعالجة ومحطات الرفع، زي ما العالم بيتكلم عن الدلتا الجديدة وبيتكلم عن توشكا وبيتكلم عن بني سويف وبيتكلم عن التعمير في سيناء. العالم فعلا بيتكلم، وأنا مستعد أطلع لك عشرات الفيديوهات التي يتحدث فيها صحفيين أجانب عن ده. خدنا معركة عشان التنمية، عشان الاقتصاد، علشان الناس تقدر تعيش. خدنا معركة من وقت، طب أقول لك إيه؟ في مرحلة من المراحل كان مرفوض إن توشكا تتزرع أصلاً، وبالذات بالقمح.
الرئيس خد القرار ان توشكا هتتزرع قمح. للاسف الشديد يا جماعه احنا كنا قاعدين مستنيين القمح يجيلنا من الامريكان او من اوروبا. ولازم هنا افكرك بجمله انا قلتها لك قبل كده، هو حضراتكم تتصوروا ايه في الحرب الروسيه الاوكرانيه لو لم نكن بدانا ما بداناه؟ المساحات او الرقعه الزراعيه اللي احنا بنحاول نزودها قدر الاستطاعه، فيبقى في عندنا حاجه زي الدلتا الجديده على سبيل المثال ولا الحصر، وان انا ازود رقعتي الزراعيه من القمح. مش بس كده، ان انا ازود الانتاجيه بتاعت القمح على نفس ذات المساحه، فابدا اتحرك من انتاجيات متدنيه ل 18 اردب 20 اردب، في بعض الاماكن وصلت ل 25 اردب اهو. دي كلها زراعات، ادي قمح، ادي ده زيتون، ده ولا ايه، انا مش شايف قوي يعني. لكن في النهايه اللي انا عايز اوصله لك انه انت اشتغلت على زياده الرقعه الزراعيه، اشتغلت على كفاءه استخدامات الميه بتاعتك، اشتغلت على زياده الانتاجيه على نفس ذات المساحه كمان، يعني انت بتزود المساحه وفي نفس الوقت قاعد عمال بتزود الانتاجيه الى اخره. مصر خاضت معركه عظيمه، وهنا برجع بيك مره تانية على المعركة السياسية المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني في المنطقة. مصر لم تتراجع على الإطلاق، مصر نجحت في أنها توصل مساعدات عن طريق كرم أبو سالم زي ما كنت بقولك، مصر نجحت في أنها تحصل على تأييد دولي بشأن إيصال المساعدات الإنسانية أهلنا في فلسطين، مصر نجحت في أنها تقول للعالم لا تعامل على هذا المعبر في رفح، لأنه هذا المعبر هو معبر مصري فلسطيني مش مصري إسرائيلي. واخد بالك؟ مصر الحمد لله والشكر لله بقالنا 10 سنين فعلا وطبقا للي وعد بيها الرئيس، انا هخلي مصر حاجة تانية. الرئيس خلى مصر حاجة تانية على مستوى القرار الدولي، فبقت الكلمة المصرية كلمة معتبرة الى ابعد الحدود دوليا مش بس اقليميا. امال الناس دي كانت بتكلم الرئيس وبتجيله لحد هنا ليه؟ الرئيس خلى مصر حاجة تانية لما زود مساحة الرقعة الزراعية بهذا الحد. الرئيس خلى مصر حاجة تانية لما بدأ يشتغل على توطين الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وبدأ يجيب الشركات الكبيرة على مستوى العالم، دي في مجال مش عارف التليفونات المحمولة وتكنولوجيا الاتصالات، ودي في مجال مثلا التلفزيونات، ودي في مجال العربيات، ودي في إلى آخره. مصر بتتحول لحاجة تانية، مصر حاجة تانية وهي واقفة برغم الحصار الشديد اللي بيتعمل من وقت للتاني على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر فقط لأننا لم نترك فلسطين. هخفف عليك الموضوع ونرجع نهني الأهلي مرة تانية، وألف مبروك للأهلي، وألف مليون مبروك مرة تانية وتالتة ورابعة، تستحقوها بصراحة وعاش، وإن شاء الله أهلي وزمالك وكل الرياضة المصرية إلى الأمام. نروح لفاصل ونكمل الكلام. رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم، جنيه وربع، جنيه وربع. اصل في ناس ما تحبش تتكلم، يعني في ناس ما تحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب؟
ولا حرام، لا عيب ولا حرام. أبو شيلين ده بيكلف جنيه وربع، بعد ما كانت الدولة بتحط 20-30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120-130 مليار، مش كده دكتور معيد؟ الرغيف ده أبو خمسة ساق ده تمنه جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما أجي أقول عندي فرصة إن أنا أزود بدورة 20% منه، ألاقي حد ما يقفش جنبي مننا ويقول لك لا، طب أنا موافق، أنا موافق، بس أنت النهاردة مش عايز تيجي تمس حاجة الغلبان، فعايز تساعد من غير ما تأذيه. لكن طب ما هو ممكن النهاردة الرغيف ده لو بـ3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه في ناس تقدر تشتريه، بس كل الناس تقدر تشتري؟ مش كل الناس تقدر تشتري كده، فلازم نكون متفاهمين، لأن الدولة في النهاية موازنة، هي طاقتها المالية كده. أهلا 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 بحضرتكم. طيب الرئيس كما جرت العادة تطرق للموضوعات التي لا يتطرق إليها أحد تقريبا، ويمكن على حسب وصف الرئيس ما بتتكلموش ليه، لعيب ولا حرام. رئيس اتكلم على الخبز، الرغيف المدعوم، الرغيف بتاعنا أبو خمس قروش ده، خمسة ساغ. ورئيس اتكلم على أنه هذا الرغيف تكلفته مش مكسبه، مش بمكسبه، التكلفة فقط لا غير 125 قرش، يعني الدولة بتتحمل منهم 120 قرش. ورئيس قال الدعم ده بيصل تقريبا أو يكلف الدولة تقريبا لحوالي 120 مليار. ده معناه يا سادة؟ معناه أنه البدء في المشروعات الكبرى واللي متعلقة تحديدا كمان بزيادة المساحة المزروعة من القمح والأبحاث اللي تتعمل علشان أزود الإنتاجية، هي ما هياش شكل من أشكال الرفاهية بأي حال من الأحوال، هي ضرورة قصوى وحاجة ملحة. الزيادات اللي بتتعمل في الرقعة الزراعية شيء شديد الأهمية، والأبحاث اللي بتتعمل على زيادة إنتاجيتها تكاد تكون ذات أهمية أعلى. لكن يوسف مش هيفتي في الزراعة خالص، لكن خليني أرحب وبشدة بالدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، وطبعا دكتور هاني أستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ بألمانيا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أهلا. ازي حضرتك يا دكتور هاني، عامل ايه؟ يا فندم انا سعيد ان حضرتك بخير، وما زالت البلد في الصعوبات الكثيره العالميه بخير الحمد لله، وطبعا وندعي دائما لحل المشاكل اللي موجوده عندنا في مصر وايضا في المنطقه. يا رب. يمكن حضرتك وحشنا من اخر مره التقينا بها مع حضرتك، فنتمنى انه اللقاء ده يتكرر إن شاء الله بإذن الله. أنا سعيد إن أنا أتحدث دائما. الله يخليك يا دكتور. دكتور كنا بنتكلم على خلفية حديث الرئيس النهاردة عن المساحة الزراعية بشكل عام وعلى مساحات القمح وإنتاجية القمح، والرئيس اتكلم يمكن على إنه التكلفة بتاعت رغيف العيش تكلفتها تقريبا حوالي 125 قرش إلى آخره، في إشارة إلى إنه إحنا عندنا حاجة ماسة لزيادة الرقعة الزراعية من جهة ولزيادة الإنتاجية بتاعت هذه الرقعة من جهة أخرى. هل كان لدينا أو لازال لدينا أي طرف في هذا الموضوع يا دكتور؟ 100% بالتأكيد. إحنا تعداد السكان بيزداد، إحنا عندنا نقص في الرقعة الزراعية ونقص شديد في المياه، واخد بال حضرتك؟ الحلول فيها بعض التحديات العظمى حقيقة تقال، لكن هو الشيء الوحيد ان احنا لابد من زيادة الرقعة الزراعية. وهنا طبعا انا متفق تماما لما يذكره فخامة الرئيس بزيادة الرقعة الزراعية، ولكن ايضا كيفية الحصول على المياه اللي احنا محتاجين اليها. احنا ما عندناش صحيح مشكله بالمساحه الصحراويه في مصر ان احنا نزيد الرقعه الزراعيه، لكن احنا عندنا مشكله عظمى او تحدي عظيم في المياه. فلا بد طبعا
ان احنا نوفر في المياه. واعتقد في الحديث فخامة الرئيس لافتتاح مشروع مستقبل مصر منذ فترة منذ شهر او ان هو ذكر مش لازم ان احنا نتجه الى توسيع رقعة القمح. احنا عندنا وسائل كثيرة في الزراعة، احنا ممكن ننتج كاش كروبس تتباع بره، وده اللي ذكره الرئيس، واحنا ممكن نستورد قمح ارخص من اللي احنا بنعمله، او ان احنا بنفكر في هذه الحلول في توفير المياه. فالمياه هي من اهم التحديات امامنا، وطبعا احنا مصر ما تقدرش تمشي بهذا الدعم اللي ذكره سيادة الرئيس النهاردة. ما استحالة، احنا لابد ان احنا فعلا نغير من بعض الامور. طبعا هذه المشاريع في منتهى الأهمية، واحنا حاليا بنفكر ايضا بمساعدة الرئاسة نعمل نماذج عشان نوفر فيها المية اكثر، عشان نزود الانتاجية. ولكن دائما احنا عندنا تحدي كبير في العالم، وهو التغيرات المناخية، ولابد ان احنا نضع الوسائل الداعمة للتكيف مع المناخ، لان اللي بيحدث وليس فقط في مصر او في المنطقة عندنا ولكن في العالم كله، ان موجات الحرارية مثلا بتؤدي الى اهدار 50 إلى 70-80% من المنتجات الزراعية. وطبعا دي حاجات كلها لابد ان احنا نتفاداها، معناها لازم فعلا يكون عندنا حساب لهذه التغيرات المناخية، من تغير نمط للأمطار وللرياح والموجات الحرارية وهكذا. ولكن أيضا لابد ان احنا نفندم كل نقطة مية في مصر، لابد ان احنا نستفيد بيها تماما. يعني لازم نجمع مياه الامطار، الضباب، الندى، لازم نولد المياه من الغلاف الجوي في المناطق اللي فيها رطوبة زي في الساحل الشمالي. انا حزين احيانا على تطور الساحل الشمالي بكل هذه المباني، وكان هناك استفادة اعظم من هذا، ان احنا المياه يعني مياه الامطار في هذه المنطقة اللي هي من 200 إلى 300 ملم، بجانب الرطوبة العالية في الغلاف الجوي، ان احنا نولد المياه من هذا الغلاف الجوي، ونستفادنا بجزء كبير في الزراعة. ويمكن المدن هنا ما كانتش المفروض تبقى بهذه التوسع الافقي، ان احنا كنا نترك مكان للزراعة دي. بس خلاص الاخطاء دي اتعملت على 50 سنة. احنا لابد ان احنا نتفادى هذه الامور ونجمع فعلا المياه. وانا حقيقة لا ارى حلول فعالة غير تحلية مياه البحر. لابد الاتجاه الى تحلية مياه البحر بكل الطرق، وما نوقفش مواضيع التحلية ونقول ان هي غالية. احنا المصريين عندهم ايضا عقول وابتكارات، ولازم فعلا ان احنا نجمع كل العلماء والشباب اللي عندهم الابتكارات عشان نحل مية البحر بطرق فعالة. انا مش شايف اي حل اخر غير تحلية مياه البحر واستخدام مياه البحر نفسها في الزراعة. وهناك تقنيات حديثة، ودي النماذج اللي احنا حاليا بنحاول ننشئها في مصر، على اساس ان احنا نشوف تحلية مياه البحر هنصل الى افضل انتاجية، واعتقادي ايضا اقتصاديا هي اعتقد ان هي طرق فعالة، وايضا نستخدم مياه البحر في الزراعة او المياه ذات ملوحة في الزراعة. التخوف في شيء وهو حادث حاليا في مصر للأسف الشديد، أنا
يعني كراجل علمي أشجع الابتكارات إن احنا نشوف نباتات تتحمل الملوحة أو نباتات تتحمل الجفاف، ولكن لو احنا بنستخدم نباتات بتتحمل الملوحة وبنستخدم مياه فيها ملوحة عالية فماذا سيحدث؟ معناها احنا هنا دي طرق خاطئة، يعني بنعمل هنا خطأ كبير جدا إن أنا عندي نباتات بتتحمل ملوحة وأبيها بمية فيها ملوحة عالية، ومعناها أنا دلوقتي بعمل تجميع للأملاح، ولابد أن احنا نتفادى هذا. ولكن اللي هنا لازم يحدث أن احنا نعالج المية قبليها، وأعتقد هنا دي أسعار تحلية المية للمياه اللي ما فيهاش ملوحة عالية مش بهذا الغلاء ان احنا ما نقدرش نستخدمها. وبعدين احنا عندنا ميزه كبرى في مصر، احنا ممكن عندنا زراعه خضروات وفاكهه وانا ببيعها بسعر عالي في الخارج لو الجوده فيها موجوده 100%، وبالتالي انا يكون عندي دخل عالي هنا، وبالتالي اقدر انا ايضا اشتري القمح بسعر يعني جيد، وده اللي كان ذكره في خمس بسعر بالظبط كده. ودي طبعا حلول ولازم نبدا فيها، ومش دائما يكون العائق امامنا ان احنا سعر تحليه الميه عالي، ده صحيح، لكن لابد ان احنا نجد الحلول الملائمه لنا، ولابد ان احنا نشوف كيفية استخدام مياه البحر نفسها في الزراعة، وهناك تقنيات، واخد بال حضرتك؟ أيوة. وده اللي احنا بنفكر ان احنا نعمله حاليا كنماذج، وعندنا طرق اخرى في الزراعة ان احنا نوفر في الموارد. انا مش عارف الاسم بالعربي، اعتقد precision agriculture يعني الزراعة الدقيقة، ونوفر الموارد سواء في المياه أو في الأسمدة وأيضا في جميع المواد اللي احنا بنستخدمها عشان نزرع بيها. صحيح يا مسهل، أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، وطبعا أستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية. وزي ما شفت دكتور هاني اتكلم الحقيقة بمنتهى الوضوح وبالتدقيق، وأيضا ببساطة نقدر نحن نستقبل بها هذا الكلام، كلام مهم جدا واضح جدا، وقال وجهة نظره فيه خلال الفترة الجاية ازاي نقدر نشتغل على مسألة ما بين الزراعة وما بين توفير المية بشكل ملائم. ويمكن دكتور هاني يركز قوي على مسألة تحلية مية البحر، وإنه التكلفة الاقتصادية بتاعتها أصبحت بتقترب من التكلفة الاقتصادية بتاعة معالجة المية العادية أو الاستخدامات بتاعة مية الري العادية كيفما كان متبعا في السابق. كل شكر مرة تانية يا دكتور، وأنا لازلت مصر على أنه لازم يعني نتشرف بمقابلة حضرتك قريب جدا. خليني أنا بقى أروح لدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة ومحطة الزراعة الآلية في توشكا، هي واحدة من القطاعات التابعة لولايتك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. إزاي الحالة دكتور؟ كله تمام؟ بخير، كله تمام يا فندم. نقول مبروك ونقول ما شاء الله ولا إيه؟ طبعا طبعا، إحنا سعداء جدا، اليوم كانت احتفالية كبيرة جدا، وطبعا كنا سعداء طبعا تشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود أكثر من 50 قيادة من وزارة الزراعة طبعا على رأسهم معالي وزير الزراعة في هذا الحفل الكبير اللي شاف افتتاح توشكا 4 النهاردة ب 140 ألف فدان يا فندم، من جملة 310 ألف فدان قمح هذا العام في توشكا. أنا كده عندي إجمالي المساحة المنزرعة في توشكا قد إيه يا دكتور؟ المساحة إجمالية حوالي 420 ألف فدان يا فندم، منها 310 ألف فدان قمح، زادت السنة دي يعني وصلت 310 بزيادة 170 ألف فدان يا فندم. هايل جدا. اتفضل كمل يا دكتور. قطاع الزراعة الآلية يا فندم توشكا بيضم 135 محافظة على مستوى
وطبعا من اهم المحطات هي محطه توشكا وشارع العوينات والفرافره وعين دال يا فندم. وطبعا احنا كقطاع الزراعه الاليه هو احد القطاعات المهمه لوزاره الزراعه اللي كل سنه بنشارك في حصاد توشكا والعوينات وعين دالة والفرافرة. وهذا العام بحمد الله شكره عندنا 50 معدة كومباين حصاد قمح عرض من 7 لـ9 متر بتشتغل في توشكا والفرافرة. طيب وعين دالة. حلو. أنا عايز أسأل على حاجة متعلقة بالكلام اللي قاله فخامة الرئيس، اتكلم على معدل الإنتاجية للفدان وقال إنه في بعض الأراضي عملنا تجربة تقريبا في حوالي 2000 فدان وصلنا بيهم الإنتاجية ل 25 أردب بعد ما كان المتوسط من 18 ل 20. تمام يا فندم. ده طبعا الكلام النهارده كان في وادي شيح، ودي كان تشجيع مع فخامة الرئيس للمستثمرين في محافظة أسيوط في 2000 فدان. وعايز أقول لسيادتك إنه النهارده توشكا والفرافرة وعين دالة فيها 500,000 فدان بتدخل أكثر من 1,000,000 فدان. وده طبعا راجع ل طبعا الأصناف الخريطة الصنفية اللي عاملاها وزارة الزراعة، الصنف المناسب الزراعة الآلية باستخدام السطرات، المكافحة أثناء النمو المحصول، ثم الحصاد الآلي، وقبل ده وده هو استخدام طرق الري الحديثة. ده كله يساعد على زيادة الإنتاجية يا فندم. وأحب أقول لسيادتك إن وزارة الزراعة هذا العام كان هناك 21,000 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية. طبعا بيتم فيه الممارسات الزراعية الفنية المهمة جدا للمزارع، زي تصنيف التربة والأصناف والمكافحة والحصاد واستخدام الليزر والحصاد الآلي. ده كله يساعد على زيادة الإنتاجية لأكثر من 25 أردب. ده بيزود الإنتاجية وبيقلل الهدر كمان أثناء الحصاد، وبيقلل الفاقد أثناء الحصاد، وكمان بيقلل استخدام التهاوي يا فندم. لأن إحنا لو تم استخدام السطرات وخاصة على مصاطب واستخدام الليزر بمعدل الزراعة للفدان تروح من 40 ل 45 كيلو الفدان، بعكس الزراعة اليدوية اللي بتبقى تصل إلى حوالي 75 كيلو الفدان. فهمت. أشكرك جدا جدا يا دكتور. كل الشكر لدكتور عادل، دكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة. طيب الرئيس اتكلم يا جماعة تحديدا عن حق المعرفة، والرئيس طلب من المسؤولين الكبار في الدولة يعني الوزراء وما إلى ذلك أن هم يظهروا ويتكلموا في الإعلام. وخليني في الحتة دي أقول لك على حاجة لطيفة أقول لك دي طبعا للمشاهد. إيه هي؟ أي حد في موقع مسؤولية يا جماعة، عشان ساعات بتبقوا حضراتكم كتير جدا بتتساءلوا ليه الوزراء مش بص، أي حد في موقع مسؤولية بيبقى عادة ظهوره بحساب وبميزان حساس جدا، حساسية موازين أو بتاعة الذهب. يعني يجي يقول لك أنا علشان أطلع أولا لازم يكون في سبب قوي، اتنين لازم نتكلم كلام الناس تقدر تستوعبه، لازم نبقى فاهمين يا جماعة إن إحنا يمكن من 2011 لحد دلوقتي مرورا ب 2013 وحتى هذه اللحظة أي كلام في أي قضية أحيانا كثيرة يجتزأ ويؤول ويسحب منه أجزاء المهمة ويتم ضخ أجزاء تانية غير مهمة تتحط في بعضها وتتمنتج ويقولك أصلهم قالوا كذا. وبالتالي المسؤول يمكن، أنا مش من الناس بتحب تدافع عن المسؤولين بالمناسبة يعني خالص خلقتي كده، لكن ده حق المسؤول بيبقى قاعد عمال بيفكر أنا هتكلم ازاي بحيث ان الكلام اللي اجتزاء فيه يبقى صعب، محاولة لي زراع هذا الكلام ولي زراع الحقائق يبقى صعب الى اخره. يمكن ده كان سبب من الاسباب اللي بتخلي المسؤولين عازفين شوية او مقلين حبتين في ان هم يظهروا على الشاشات او حتى يدلوا بتصريحات للصحفيين او يتعامل معهم اجراء حوارات. لكن اللي انا مبسوط بيه جدا 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 هو ان الرئيس شجع الحكومة انها تطلع تتكلم بنفسها، المسؤولين الوزراء يطلعوا يتكلموا. هذا التشجيع وكأنه بيقول للوزير اطلع قول اطلع اتكلم. وهنا بالمناسبة انا عايز ارجعك فعلا على مسلسل الاختيار، ان انت لو شفت مسلسل الاختيار مرتين ثلاثة هتكتشف حاجات كده كل شوية. يعني مثلا
مش مسلسل واحنا بنتكلم على بقاله سنتين. طيب في حته كده ياسر جلال وهو بيجسد شخصيه الريس فقاعد فيها مع صبري فواز، ما حفظ اللقب للكل بالمناسبه لان الاثنين انا احبهم قوي كمان واحترمهم قوي، وكان وقتها صبري فواز في المسلسل لو تتذكر بيجسد شخصيه الله يرحمه بقى محمد مرسي، فقال له كده اتكلموا مع الناس يا فندم، كان وقتها ياسر جلال بيجسد شخصيه الريس وهو وزير للدفاع، اتكلم مع الناس يا فندم، شاركهم المسؤوليه، خلي الناس تعرف. ده كان في الاختيار. طيب الاختيار ده او الجزء اللي حضرتك شفته ده، ده شفناه من سنتين، لكن الحدث ده نفسه حصل في الواقع امتى؟ 2012 2013، يعني بكلمك من 11 12 سنه. ده لو انت فكرت كويس هتلاقي انه ده بيجسد طبيعه وشخصيه وطريقه تفكير فخامه الرئيس، المشاركة، الوضوح، العلانية. تاني، المشاركة، الوضوح، العلانية. لا شيء يجب أن يتم إن إحنا نخفيه ولا ما نشاركش فيه الناس ولا إن إحنا نقلق نقوله ولا، حتى كان ساعتها صبري فواز بيقول له بس أصل المشاكل، قال له قول للناس، خلي الناس تشاركك، خلي الناس تشيل معاك مسؤولية البلد دي، ده أفضل حل. دي طريقة تفكير الرئيس، ودي عبر عنها قبل كده كذا مرة ويمكن عبر عليها المرة دي بمنتهى الجلاء. خلوا المسؤولين يطلعوا يتكلموا، اطلعوا قولوا قولوا أنا عندي كذا وعندي مشكلة في كذا، زي ما الرئيس اتكلم على قصة الكهرباء، زي ما اتكلم على قصة رغيف العيش، أكم من حاجات حلوة أكم دي، طيب أكم من حاجات بنقعد نتناقش فيها، وخليني اقول لك كده بوضوح، على جلسات القهاوي، جلسات غرفه المعيشه، واحنا بنتفرج على التلفزيون وبنشرب شويه شاي وبناكل سندوتش جبنه رومي الى اخره، فبنقعد نتكلم وبنقعد ندردش، وده يقول لك يا ترى هو الكهرباء، وكل واحد يدلي بدلو يعني، وطول ما مفيش معلومه واضحه معلنه الناس هتفتي، الناس هتفتي، والفتي اجارك الله، فتي يشجع على إثارة الفتن طول الوقت، ما هو كل واحد بيفتي فيما لا يعلم وبما يجهل، فالدنيا تبدأ تبوظ بقى، كل واحد هيدلي بدل زي على فكرة ده بيقطعوا الكهرباء علشان مش عارف أصل كان في محطة اللي مش عارف إيه، أصل السد العالي مش عارف، أصل مش عارف قصص. فالرئيس قال بمنتهى البساطة إحنا بنقطع الفترة دي أو بالتوقيتات دي أو بالمدد دي علشان فيه واحد اتنين تلاتة أربعة، وده لو أنا ما عملتش كده هضطر أزود التكلفة بتاعت فواتير الكهرباء وأنا مش هعمل كده إلى آخره. ده على سبيل المثال الرئيس اتكلم على مسألة العيش ومش هنغليه، الرئيس ما قالش كده خالص، الرئيس ما اتكلمش خالص إنه هيحصل أي حاجة، الرئيس بيشاركك المعلومة عشان تبقى أنت فاهم إن الدولة بتتحمل 120 مليار، عشان بس حضرتك ما ترميش لقمة عيش واحدة. هتيجي تقول لي ما حدش بيرمي، أقول لك لا ناس بترمي. اشتري أنت عندك نقط الخبز بتاعتك، ده حقك 100%. عايز تاخدها كلها طبعًا من حقك 100%. بس أنا بقولها لك أهو وبرضه بمنتهى الوضوح. لو أنت مش محتاج كل العيش ده ما تاخدوش. لو انت مش محتاجه ما تاخدوش، جوه اصل انا هاخده اكله للفراخ، حرام عليك يا اخي، علشان البلد دي بتتحمل 120 مليار مش عشان تاخد العيش تاكله للفراخ والبط اللي انت مربيهم فوق السطوح، حرام، ده اكل بني ادمين اللي انت مش محتاجه غيرك محتاجه. هل السعر ده هيتحرك؟ لا هو مش هيتحرك قولا واحدا، هو مش هيتحرك، والرئيس كان واضح، لكن هو بيشاركك المسؤوليه، بيقول لك دول 120 مليار، 120 مليار جنيه كتير، بنقدر باللي نقدر عليه، يعني هنفضل ماشيين في ملف الدعم ده باللي نقدر عليه، فاذا سمحتوا بالراحه. تاني، المشاركة شيء عظيم، واحنا سعداء بقى ان الوزراء هينورونا ويشرفونا ونقعد نتكلم ونتحدث ويعني نتباحث ونناقش وبمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح وبمنتهى المهنية برضو. طيب خليني
تاني أقول لك الألف مبروك للأهلي. ومعنا على التليفون دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أهلا 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 يا دكتور. أستاذ يوسف صديقي العزيز منورنا. يا سلام، ده أنا أتشرف يا دكتور. أنا أتشرف طبعا. والله. لا إزاي، الله يخليك يا دكتور. إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. بص بقى، يعني أولا كلنا فرحانين جدا، عندنا طاقة إيجابية جدا كبيرة جدا جدا. الحقيقة الأسبوع اللي فات مصر كلها فرحت، الحقيقة سواء زملكاوي اهلاوي كل مصر، لان مصر اللي فازت مجسد في نادي الزمالك. الاسبوع ده كمان الحمد لله الجوله الثانيه مصر كلها فرحانه، النادي الاهلي النهارده الاداء والشكل والموضوع والمضمون، عوده القطبين وده يعني براند لينا كده كبير جدا لمكانهم الطبيعي. كنا محتاجين ان احنا نفرح بالكوره شويه الحقيقه. ساعات كتير الكوره بتتعبنا، لكن اكبر ناديين رجوعهم تاني للقمه الافريقيه وان شاء الله السوبر معاهم. الجزء الثالث يمكن انا الاسبوع اللي فات قلت ان شاء الله السبت الجاي على النهارده يفوز الاهلي، وستة ستة المنتخب تصفيات كاس العالم. الكوره ان شاء الله دايما كده يعني تكون موجوده بشكل ايجابي، لان هي مزاج عام لينا كلنا وللمصريين. هايل هايل هايل. يعني هل اقدر اقول كده بمال والفم انه مصر اصبحت ملكه افريقيا في كره القدم؟ ملكه افريقيا عوده القطبين لهذا الموضوع. الكوره بالنسبه للمنتخب ان شاء الله ان شاء الله يحصل هذا. الجيل ده جيل يعني محتاج لبطوله. الجيل ده فيه محترفين يعني على راسهم مستوى محمد صلاح، وايضا الدوري المحلي بتاعنا دوري كبير جدا مش قليل زي ما حضرتك شايف. ان شاء الله ان شاء الله عوده المنتخب يكمل هذا، وكمان المنتخب الاولمبي استعداده ليه طبعا والحمد لله تحقق ان هو تاهل لباريس، وان شاء الله يكمل مع ابطالنا اللي تاهلوا لباريس. أداه قدودة يا دكتور. وكمان الحلو في كل الكلام ده عودة الجماهير للمدرجات لدرجة أن أنا مش شايف كرسي فاضي. بص أنا يعني النهاردة بقول الماتش اللي فات الماتش ده البطل الحقيقي الجماهير، سواء جماهير الزمالك النهاردة جماهير الأهلي هي حافظت على هذا المكتسب. كلنا جرينا، وبشكر كل يعني سواء طبعا أكيد وزارة الداخلية على دعمها في دخول الجماهير معانا، الجهات التنظيميه الجهد اللي عملناه، وقلنا ان احنا بنوعي جماهيرنا حافظوا على هذا المكتسب. الحقيقه المباراه اللي فاتت والمباراه دي حاجه تفرح وجود الجماهير، وهو البطل الحقيقي. بهنيكم على التزامكم، بهنيكم على هذا الشكل الكبير جدا اللي ادى روح، لان طبيعه حضرتك تتكلم عن الاقتصاد. اقتصاد الرياضه مهم جدا، بنديرها بشكل اقتصادي. ده معناه دخول الجماهير دخل كبير جدا للانديه، بيع حقوق، زياده البراند اللي موجود بشكل كبير جدا، ارتفاع قيمه تسويقيه للاعبين، ارتفاع قيمه تسويقيه للدوري المصري، ارتفاع قيمه تسويقيه للمنتخب. فبالتالي العوائد الاقتصاديه مهمه جدا، لان المصروفات على الكره الاحترافيه كبيره جدا. فبالتالي المنظور الاقتصادي زائد منظور كمان الفرحه الكبيره زائد منظور هي بقول حتى المعادلات الاقتصاديه العالميه، شكل الاستاد بيدي قدر كبير جدا من الاستابيليتي للدول، بيدي قدر كبير جدا على استقرار الدول. فبالتالي نظرتنا الحقيقه السياسيه موضوع كبير، لان احنا بنعمل دراسه على مساهمه كره القدم في الدخل القومي الحقيقه مع معهد التخطيط القومي بشكل كبير جدا. واحنا مستهدفين الحقيقه الرياضه بتعمل في جي دي بي الحقيقه معدل النمو 1.3. فالحقيقه احنا نظرتنا مش بس يعني السناتر اوف سبورت او ان هي رياضه، لا، بنوصلها نظره كبيره جدا شموليه في الصحه، ارتباطها بالتعليم، ارتباطها بمنتج والدخل الاقتصادي. طيب والفرحه. انا عايز انسايت على ايه بقى؟ احنا شفنا المدينه الرياضيه بتاعتنا اللي في العاصمه الاداريه الجديده، وشفنا ان احنا في عندنا حاجه عالميه بامتياز بامتياز، حاجه كده تفرح، حاجه تشرف زي ما زي ما بيتقال. هل عندنا في الاجنده قريبا حدث عالمي نقدر نتكلم عنه من خلال المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه؟ بص يا استاذ يوسف، انا عايز بس استطرد واخرج شويه وبعدين ارجع تاني. قول. احنا فخورين جدا، وانا يعني على كرياضي وكمسؤول
بتهنئه فخامه الرئيس ودعمه ومسندته، سواء يعني تهنئته لفريق الزمالك بحصوله، وده اتعودنا عليه لكل الرياضيين، يعني دعم سيادته ومقابلته للرياضيين، والنهارده تهنئته للنادي الاهلي. احنا يعني بنشكر فخامه الرئيس وبنشكر دوله الاستثمار الحقيقه على هذا الدعم لاولادهم وشبابهم، فيعني مش عارف اقول ايه لكن متشكر. الجانب الثاني احنا بنتعامل الحقيقه احترافيا از مانجمنت يعني كاداره، فلما مصر تبني مدينه اولمبيه عالميه جديده ده معناه ان لازم نفكر فيها في اسلوب الاداره، ولازم نفكر فيها في اسلوب العوائد اللي موجوده. وبالتالي يمكن فخامه الرئيس وجه فكر معانا ان احنا طيب هل هناك شركات عالميه تدير علشان يكون نسبه التشغيل بالاحداث تكون يعني فيها استدامه وابتكار؟ ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. حلو. في ان في شركه عالميه، هذا المنشا الكبير 5 مليون متر مربع، في استاد واحد يعني من الاستادات العالميه 92,500 كرسي. احنا استاد القاهره يعني بعد الساعه الامنيه حوالي 62، لما بتقول ساعه الكراسي كلها حوالي 70، انما 92,500 ده يعني حاجه كبيره جدا بالتكنولوجي الحديثه مع استادات اخرى داخل المدينه العالميه الرياضيه، فبالتالي استخدامها بشكل متعدد بنقول عليها مالتي بيربز يوزز، يعني نقدر نعمل حفلات طبعا في كل الاتجاهات، نسبه الاشغال تكون سنويه لا تقل عن 70%، زائد اضافه الى تدريب المنتخبات، استضافه الاحداث. اكيد احنا هيكون عندنا اجنده كبيره لكن هنديرها بشكل محترف، وده اللي احنا بنعيده في الوقت الحالي. فانا كده بنقل الرياضه بتاعتي الى مستوى الصناعه والتشغيل الاقتصادي. ده فعلا احنا بننظر اليها البهجه، استخدام امثل وقت فراغ شبابنا واولادنا صحه، المنتج الاقتصادي توفير عمله ان احنا نصنع في مصر ونعمل رياده اعمال. احنا عملنا اول رياده حاضنه اعمال تكنولوجيه في الرياضه الحقيقه، فتحناها مع اكاديميه البحث العلمي وزاره الشباب والرياضه. كمان وسعنا دايره القطاع الخاص في الرياضه، مساهمه القطاع الخاص انا عايز اقول لحضرتك حجم الاستثمارات الانشائيه ده ما دون المدينه العالميه 30 مليار جنيه خلال الست سنين دي، من ضمنها 11 مليار قطاع خاص دخل في الانشاءات بنظام بي او تي. فبالتالي الويل اويرنس او الوعي لينا ان احنا ازاي المفهوم يكون اقتصاد خدمي او استثمار خدمي يشيل من كاهل الدوله ويطور. هايل جدا يعني يا معالي وزير، انا بشكرك جدا على المداخله، واتمنى ان احنا بقى نتقابل قريب جدا قوي خالص. شكرا ان شاء الله، شرفتني. اشكرك، شكرا جدا ليك يا معالي وزير. كل شكر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الشكر لمعالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. طيب معانا بقى على التليفون كابتن عبد المنعم شطه، نجم نجوم النادي الاهلي الاسبق، جيل الكبار زي ما بيتقال. اهلا بيك يا كابتن. أهلا وسهلا. أهلا، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ أهلا بيك. أهلا، ألف مبروك طبعا مما لا شك فيه، وكان ماتش حلو، بس عايزين نسمع رأيك في أداء الأهلي النهاردة وتوقعاتك للماتشات اللي جاية بإذن الله أو بطولات الأهلي في المستقبل. الماتشات دي حضرتك بتبقى ماتشات متفاوتة جدا في أدائها، نظرا لأنه النادي الأهلي جاب الجول الأول في أول الشوط، يعني في أول خمس دقايق، فده كان عمل مشكله كبيره جدا، خلى اللعيبه يعني بتلعب وهي عايزه تحافظ على الهدف. ايوه، فتفاوت المستوى من ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه لحد ما في الاخر الخوف على اي هدف يخش فيك في الفتره دي باثنين على طول. فيعني كانت العمليه مع اللاعبين والجماهير والجهاز الفني بالكامل عصيبه جدا، فيها توتر شديد جدا في الاداء وتفاوت في المستوى، وانخفض اداء بعض اللاعبين نتيجه هذا الضغط الشديد جدا اللي حصل في حتى التمرير في الالتحام في كل الامور الخاصه بكيفيه انك تلعب مباراه وانت هادي. فكانت الحقيقه الهدف ده يعني خلى المباراه صعبه جدا بالرغم انه هو الهدف الفوز، هو والهدف اللي حقق لنا الفوز. هل كان ممكن كونك تطلع بالنتيجة دي ده انتصار كبير جدا جدا للاعبين وللنادي الاهلي ولجماهيره. بحيي الحقيقة اللاعبين برغم الصعوبة الشديدة جدا اللي مرت بيها فترات المباراة،
لكن الحقيقه استطاع النادي الاهلي ان يحافظ على النتيجه الى نهايتها، وده طبعا انتصار كبير جدا كنا كلنا منتظرينه. يعني نبارك للزمالك ونبارك للاهلي في يعني سوبر مصري افريقي، يعني نادرا ما حصل من سنوات طويله، اكثر من سنه 94 95 تقريبا لما الزمالك والاهلي لعبوا جوهانسبرغ، لما نيلسون مانديلا طلب انه المباراه تبقى على ارض جنوب افريقيا. انا فاكر كويس، انا كنت في الجهاز الفني وقتها انا وألان هاريس مع جيل عظيم جدا من اللاعبين، بس خسرنا الحقيقه الزمالك كسب. بس دي ثاني مره ان شاء الله يلتقوا في هذا الموضوع في هذه البطوله فيها بطل كونفدراليه مع بطل دوري الحمد لله. هايل جدا، انا اشكرك يا كابتن والف مليون مبروك، وباذن الله دايما من انتصار لانتصار للناديين الاهلي والزمالك. كل الشكر كابتن عبد المنعم شطه، احد اهم واروع نجوم النادي الاهلي والجيل الذهبي في هذه المرحله، وطبعا كفايه ان هو يعني موجود معانا على التليفون. كل الشكر مره ثانيه. عايز استاذنكم هنروح لفاصل. طيب بعد الفاصل احنا النهارده ما عندناش فقره واحده، احنا عندنا فقرتين يا جماعه. كويس، فاحنا الفقرة الأولى بتاعتنا هنتكلم فيها النهاردة على الزراعة ومستقبل الزراعة في مصر، وبعدين هنرجع نكمل الكلام، خليكم معانا. طيب أهلا بحضرتك، النهاردة يوم مهم جدا، والنهاردة وانا برحب جدا بضيفي الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. اقول له الاول اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك يا استاذ، منورنا. قلت له النهارده كان اليوم مهم يا دكتور، قال لي جدا جدا جدا. قلت له كنتوا مبسوطين في الوزاره؟ قال لي مش بس الوزاره، ده يوم مهم لمصر كلها. وهنا لازم نفهم من دكتور محمد فهيم يوم مهم لمصر كلها ليه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا بشكر حضرتك جدا على تحت هذه الفرصه، ودايما بكون سعيد ان انا اطلع مع شخصيه وطنيه محترمه زي حضرتك. دكتور العفو، لما حضرتك سالتني هو اللي حصل النهارده كان مهم وهل انت اتبسطت في الوزاره، قلت لحضرتك اللي حصل النهارده ده احراز بطوله. شايف النهارده الناس كلها فرحانه ازاي؟ كل افتتاح الرئيس بيفتتحه النهارده مش افتتح مشروع واحد او نشاط واحد، صحيح افتتح اكتر من 7-8 انشطه كبيره، كل واحده فيهم تمثل مش بطوله قاريه، بطوله على مستوى تاريخ مصر. الكلام اللي انا بقوله ده مش مبالغه تماما، لان اللي حدث قدام الجميع النهارده سواء كان يعني 500,000 فدان قمح يتزرعوا في الصحراء ما حصلش في تاريخ مصر، اللي كان بيتزرع اكتر من 50-60,000 على مستوى كل صحراء مصر كلها يتزرع في منطقه توشكا فقط لا غير، 500,000 فدان هي وبقيه المناطق القريبه، لا يبقى في حاجه كبيره جدا بتحصل في البلد دي، سواء كان على مستوى القمح سواء على مستوى كل المشروعات. الهيئه الهندسيه النهارده الشركه الوطنيه، شفنا كمان العرض السيد وزير الزراعه واتكلم على ان مصر مش بلد مولوده في وسط رفاهيه، مولوده في وسط تحديات كبيره جدا. صح، مصر تصنف على انها بلد شحيحه الموارد. طب ليه كده؟ يعني الناس تقول لك ليه كده؟ لان موقعها الجغرافي كده، لان نصيبها كده في الحياه ان هي شحيحه الموارد. شحيحه الموارد، ورغم ذلك فوجئنا ان سوء الاستهلاك بسبب النمو السكاني المتزايد بيزيد اضعاف اضعاف ما يتم اضافته من الرقعه الزراعيه، انا بتكلم على ال 40-50 سنه اللي فاتوا. فاضطرت البلد انها كل شويه تزود وارداتها من الغذاء، تزود وارداتها، بقت اكبر مستورد للقمح، وشويه شويه بقت مستورد ب 7-8 مليون طن للذره، وشويه شويه الله ده بعد شويه هنستورد بطاطس وطماطم وفلفل ومش عارف ايه، لان في النهايه سوق كبير جدا والموارد محدوده. الدوله تعمل ايه؟ استطاعت الدوله، عشان كده بقول لحضرتك كل افتتاح بيفتتح السيد الرئيس ده يعتبر بطوله للبلد، مش للقياده ولا للجيش، للبلد، بطوله كبيره للبلد كلها، تهم كل مصري، بطوله كبيره. اقول لحضرتك ليه؟ احنا مش احنا فلاحين؟ اللي عنده فدان طين على راس البلد العمده بتاع البلد، بيمشي محدش قده في البلد. ده الدوله بتضيف مليون فدان طين ملك للبلد دلوقتي وملك للاجيال اللي جايه كلها. البلد مصر دلوقتي بتعمل لقدام في كل شيء، ليه؟ لان الجيل الحالي ورث من الاجيال السابقه مشاكل كتير مزمنه، فصعب على الجيل المحترم الموجود بقياده البلد المحترمه ان تسلم الاجيال الجايه اضعف مما استلمنا. قالك لا انا هعمل للبلد بلد جديده.
طب هعمل بلد جديدة، ده بشق الأنفس بصعوبة جدا. فالناس برضو تعبت، الناس تعبت شوية وقالت طب ما بلاش الحاجات دي كلها، طب ازاي ما احنا استلمناها كده، استلمناها ضعيفة جدا، شحيحة الموارد أكتر، عليها ضغط كبير، هنسلمها بالطريقة دي للأجيال الجاية، يبقى في مشكلة كبيرة وده ظلم، احنا اتظلمنا، ليه نظلم اللي جاي؟ دي الفلسفة اللي الدولة ماشية بيها والسيد الرئيس ماشي بيها، إني تولى أمانة هذا البلد وضاف للركعة الزراعية. ده بقى اللي أنا بقول لحضرتك عليه أستاذ يوسف، إن اللي حصل ده مش إنجاز، اللي حصل ده اسمه إعجاز. إحنا كبلد نقعد 50-60 سنة نضيف 1.8 مليون فدان في الأراضي الجديدة من الستينات. كل اللي اتضاف للركعة الزراعية ما قبل 2014 1.8 مليون، أصل دي أرقام مش وجهات نظر. يقوم البلد تضيف من 2015 لنهاية 2023 كمان 2 مليون فدان. قد 1.8 مليون بقى عند 4 مليون فدان. خلينا نقول السؤال المهم جدا اللي الناس احيانا ما بيفكروش فيه، ماذا يحدث او ماذا كان حدث لو ال 2 مليون فدان اللي بعد 2014 ما دخلوش الخدمه والبلد تقاعست وقالت انا اعمل ايه، ما هو احنا بنضيف 10,000 فدان بالعافيه في السنه، هنمشي على نفس المنوال. كان ايه اللي حصل دلوقتي؟ كان كيلو البطرس بقى ب 150 جنيه، كان الطماطم ما حدش ليها، كان الفلفل والبتنجال الناس تدور عليه في الاسواق كانه مش كانه فاكهه من الفاكهه الغاليه دي. كان ساعتها الوضع عامل ازاي؟ الوضع هيكون صعب جدا، كان ساعتها هيحصل هشاشة الملف الامن الغذائي. ده السيد الرئيس قال النهارده، قال ده امن غذائي. يقوم المواطن البسيط يقول الله، هو الاكل والشرب بقى امن ليه؟ الفاكهه والمحاصيل ورغيف العيش ليه سمتوه امن غذائي؟ لانه مرتبط بالسلم الاجتماعي يا استاذ يوسف، مرتبط بسلم الناس الاجتماعي. طب في حاجه بقى ما بين، لو وصححني لو المعادله دي ما هياش مكتمله، في النهايه حضرتك المتخصص، ما بين الاستصلاح بتاع الاراضي اللي ما كانتش بتتزرع، وما بين ان انا ابدا استخدم تكنولوجيا ميه علشان اعالج او ارفع او احلي، ودي حاجه، وما بين انه البحوث الزراعيه تبدا تشتغل على اصناف جديده ترفع لي معدل الانتاجيه، هل كده المعادله تمام ولا لسه ناقصها اركان اخرى؟ ده المعادله دي مكونات المعادله الرئيسيه. انت حضرتك كانك بتتكلم على العرض اللي سيد وزير الزراعه عرضه بالظبط، بتتكلم على محور توسع افقي، لازم اضيف رقعه زراعيه ولا بد ان انا اضيف رقعه زراعيه، محور توسع الرأسي ان انا اصلا بد اصناف وازود انتاجيه وحده المساحه وحده الميه، نفس الفدان بدل ما يجيب 15 ارداب بيجيب 20 والنهارده سمعنا 25. طب ده كله اتحقق ازاي؟ بالعلم والتكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا الحديثه. وهنا بقى العلم بيكون دوره الاساسي والكبير جدا. يعني ايه العلم؟ يعني ان يكون التفكير خارج الصندوق، أن يكون هناك إضافات للإنتاج الزراعي خارج تصور الحالي التقليدي، أن أستنبط صنف قمح بدل ما يقعد 180 يوم في الأرض، 6 شهور في الأرض زي 20 سنة 15 سنة مش بعيد، يقعد 150 يوم، يوم يوفر لي 30 يوم، يوفر ريتين. أهم نقطة بقى اللي بنتكلم فيها التغيرات المناخية، لو كانت أصناف القمح ال 180 يوم ما زالت موجودة وكان الصيف دلوقتي بقى صيف مبكر، شفنا موجه 44 درجه خلاص كده، ما كنتش تاخد ارداب في الفدان اللي انا بجيب 20 ارداب، كان ساعتها ملف الامن الغذائي المصري هيكون في ورطه كبيره، في ورطه كبيره، ان الناس هيفكرون ب 2008 لما حصل الازمه العالميه الكبيره ازمه الغذاء، الناس كانوا بيموتوا بعض على الافران، والسي ان ان والبي بي سي والجزيره وكل عمال يهيص ويقول لك بصوا المصريين، ده وصلت انهم بيموتوا بعض على رغيف العيش، كان منظر لا يليق بالدوله المصريه ابدا. فالدوله خدت عهد على نفسها من 2014 الا يعود هذا المظهر وهذا المنظر مهما كان، فراحت عامله مجموعه اجراءات استباقيه كلفتها زي ما بنقول بالفلاح كده دم قلبها، دفعت مليارات المليارات حتى لا يعود هذا الشكل مره اخرى، حتى لا يقال ان مصر ذات الحضاره الكبيره بيموتوا بعض على العيش، ما حصلش الكلام ده. ولما جت ازمه كورونا كانت اكبر 50 مرة من أزمة 2008، وما جت أزمة الروسية الأوكرانية اللي قفلت منابع القمح، احنا بنستورد 9 مليون طن قمح من روسيا وأوكرانيا مثلا، وهم اللي بيغذوا كل شمال أفريقيا وهم وهكذا. لما جت الأزمات دي ما لقيناش مشاكل على مخابز العيش، ولا الناس موتوا بعضيهم، ولا لقينا انسيابية غريبة. أنا أتذكر أنه الدكتور سيد القصير معالي وزير الزراعة قال جملة لطيفة، قال إحنا نوعنا المصادر اللي بنجيب منها قمح، بدل ما احنا بنشتغل بس مع دولتين او ثلاثة او اربعة، احنا وصلنا تقريبا ل 12 او 16 مصدر. 22 دولة كان اخر دولة الهند،
وفي نفس الوقت أنا بحاول قدر الاستطاعة أن أنا أزرع قمح عندي سواء إذا كان على مساحات أو بمعدلات إنتاجية أعلى. عشان أبقى واضح قدام الناس، هل أنا هقدر أعمل اكتفاء ذاتي 100% من القمح، ولا أنا بضيق الفجوة قدر الاستطاعة؟ ده السؤال التقليدي اللي النخبة بيسألوه قبل المواطن البسيط، هي مصر ليه مش قادرة تعمل اكتفاء ذاتي من القمح؟ المقصود بالاكتفاء الذاتي ايه؟ اكتفاء ذاتي مطلق ان انا انتج 100% من القمح احتياجاتي السنة الجاية ممكن انتج ال 20 مليون طن او 17 مليون طن اللي مصر بتستهلكه. ده بجد؟ بس بشرط ولكن ازرعه على حساب كل المحاصيل الشتوية. ساعتها سيادتك مش هتلاقي كل الخضر الشتوي، ولا هتلاقي فول بلدي ولا بس انت حققت القصه دي. فالبلد بتعمل موازنه صح، بما ان انا شحيحه الموارد وعندي تنافسيه كبيره جدا ما بين المحاصيل وبعضها، فانا هعمل حاجه اسمه اكتفاء ذاتي مريح، اكتفاء ذاتي نسبي، اكتفاء ذاتي ما يعرضنيش للصدمات زي 2008 اللي ان شاء الله يمكن تعود مره اخرى تاني في تاريخ مصر. فانا يبقى في عندي كميات قمح مزروعه تقدر تلبي احتياجاتي وما تعرضنيش لازمه. يعني عندي احتياط استراتيجي في الصوامع، عشان كده عندي صوامع 4-5 شهور. عشان كده البلد عملت ايه؟ قالت لا، هو انا هفضل قاعده كده مع كل صدمه يحصل لي مشكله كبيره ما اقدرش اعالجها؟ فراحت بانيه صوامع. والناس لما مشوا على الصحراء، حضرتك كنت بتقول بيمشي على الزراعه، لا امشي على الصحراوي من هنا كده الصحراوي الغربي، هتلاقي الجيزه، بني سويف، الفيوم، صوامع كتير البلد عملتها. كنا اخرنا 1,000,000 طن بالعافيه بنخزنه، 1,000,000 طن. دلوقتي بقى عندي حوالي 4,000,000 طن، وكمان في 1,000,000 طن في ساعات. فاصبح عندك مقدره كبيره انك تعمل احتياط استراتيجي، انتاج محلي او حتى استيراد. في النهايه عندي مخزون. المخزون ده لازمته ايه؟ اسمه احتياطي استراتيجي. يعني استراتيجي يعني لما يحصل صدمه كبيره في العالم ألقى دول زي افضل واقف على رجلي، دول كبيره مش قليله تاهت في متاهه الامن الغذائي، وحصل اشكاليه كبيره جدا لامنها الغذائي لان ما حطتش في اعتبارها ان الامن الغذائي هو عباره عن محاور متكامله، وده اللي الدوله فكرت فيه. اقول لحضرتك حاجه، الدوله المصريه بتعتبر ملف الامن الغذائي جزء لا يتجزا من امنها القومي. طبعا من امنها القومي طبعا. فعملت ايه؟ عملت اجراءات استباقيه اللي بقول لحضرتك عليها، اللي هي الصوامع، مش الصوامع بس، هذه الرقعه الزراعيه الكبيره اللي ضافتها من الصحراء 2,000,000 فدان يا استاذ يوسف، 2,000,000 فدان اللي ضافتهم في 10 سنين وشويه، قد كل اللي ضافتهم في حياتها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه في حاجه غير طبيعيه بتحصل. الحاجه غير طبيعيه دي في صالح هذا البلد. ده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ايه؟ انا كان عندي مشاكل ايه اصلا؟ انا عندي مشاكل ميه وندره الميه، والرئيس اتكلم النهارده على الميه وانتاجيه وحده الميه. طب ما هي الميه الموجوده غصب عني ما هي محدوده، انا بلد غير مطيره، بلد جافه، شويه الميه اللي بيجوا من النيل على الشويه الصغيرين بتوع الابار اللي هم غير متجددين. فراحت مفكره في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ومعالجتها عن طريق الثلاث محطات الكبيرة جدا اللي كل حاجة من الحاجات دي بتكلف الدولة كتير وكتير وكتير قوي. طب ما هو السؤال يقول لك، طب احنا مجبورين نعمل كده؟ مجبورين نعمل كده لان البديل، انا الظروف حكمت عليا. انا اقول لحاجة حضرتك، البديل هي كان هيبقى كلمة صعبة قوي قوي، مش اللي حصل قدام الافران. البديل كان بيقول لك الحق، ده فيه شبه مجاعة، كلمة لا يمكن ان شاء الله تحصل في مصر طول ما فيها هذه الاراده القويه المحترمه. ما ينفعش يتقال على مصر كده. فمصر بتقطع من لحمها الحي وتعمل كل هذه المشروعات. كل هذه المشروعات، بص على خريطه الجوجل ايرث يا استاذ يوسف، واي حد من اللي بيسمعنا افتح جوجل ايرث كده وكبر شويه، النقط الخضر دي كلها جت منين؟ في كل حته، دوائر خضر، دوائر خضر، دوائر خضر، في العوينات وتوشكا، في انا، في غرب كومومبو، في المنيا، في بني سويف، في سينا، في الدلتا الجديدة، في سيوة. إيه ده؟ كل هذه البقعة اللي كانت صحراء. تحاجة وتضحك. لا أنا مبسوط والله فعلا، مش هزار، لأن أنا شفت ده بعيني. شفت حضرتك بيعني، اللي بيشوف بعينيه غير اللي بيسمع صح، واللي بيسمع غير اللي بيستوعب القصة. لازم الناس تستوعب أن الدولة المصرية بظروفها الصعبة جدا اللي ورثتها قبل الظروف الحالية، صعب عليها جدا جدا أنها كانت تنجز اللي حصل ده، لولا أن في إرادة قوية جدا لقيادة هذا البلد، وإرادة قوية جدا لناس مخلصين محترمين في كل المجالات بما فيهم المجالات الإعلامية كمان. ناس عاوزة تقول للناس إن لأ، اللي البلد بتعمله كبير جدا، يجب إنك زي ما أنت دلوقتي فرحان في الشوارع وأنا جاي كده كوبري أكتوبر واقف، إن الناس فرحانة إن حققت بطولة. البلد بتحقق بطولة أمام كل افتتاح وأمام كل
مشروع سيادة الرئيس بيروح يفتحه. ليه؟ لأنها بطولة للبلد مش للفانتازيا ولا للباترينا، ده بطولة للبلد وللأجيال اللي جاية كلها. بأمر الله يا دكتور، أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة، وعلى مش هقولك بقى التفاؤل، لكن التفاؤل الواقعي اللي قلته لنا النهاردة من خلال الحقائق اللي بتحصل في البلد. كل الشكر ليك يا دكتور محمد، كل الشكر دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. وزي ما شفتوا كده دكتور محمد اتكلم بمنتهى الواقعية، اتكلم بأنه احنا بنمر بتحديات صعبة جدا، بس اللي احنا عملناه كبير جدا. دكتور محمد اتكلم على حجم الاستصلاح اللي حصل في مصر يمكن خلال 60-65 سنة فاتوا، خليني هقول لك حتى 55 من 50 ل 55 سنة فاتوا، ثم أتت 10 سنين الحمد لله والشكر لله من 14 لحد النهاردة قدرنا نعمل أكتر من اللي عملناه يجي في 50 سنة. دي الحقيقة وده الواقع، وزي ما قال دكتور محمد فهيم الأرقام هي اللي بتتكلم. كل الشكر مرة تانية دكتور محمد فهيم، واستأذنكم نطلع لفاصل، هنرجع بعد الفاصل عايزين نتكلم شوية على محكمة العدل الدولية واللي أمرت الاحتلال الصهيوني بوقف هجومه على رفح. السؤال أهمية القرار، التوقيت، وأيضا آلية التنفيذ، ده مهم جدا. إزاي الدور المصري قدر يشتغل على ضغط حقيقي نقدر نوصل بيه إلى هذا القرار؟ استنونا مع دكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، وأيضا دكتور محمد سبيتة القيادي بحركة فتح والمحلل السياسي المعروف. استنونا. طيب أنا عندي حاجتين أنا أشوفهم متداخلتين مع بعض جدا ومهمتين أظن بالنسبة لنا جميعا. واحد منهم هو أنه قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف الهجوم أو هجوم الاحتلال على رفح، كويس كده هايل جدا. السؤال أهمية القرار، توقيته، آلية النفاذ. تاني آلية النفاذ. من جهة أخرى لقينا وسائل الإعلام الإسرائيلية بتقول إيه؟ بتقول إنه إسرائيل مستعدة لسحب قوتها من رفح من الجانب الفلسطيني لاعتبارات سياسية وعسكرية. هنا خليني أرحب جدا بضيوفي الكرام داخل الاستوديو، دكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، منورنا دكتور، عامل إيه؟ كله تمام. أيضا دكتور محمد سبيتة القيادي بحركة فتح ومحللنا السياسي الكبير، منورنا فندم. أهلا. إزاي الحياة؟ هبدأ الأول بالشق القانوني ألا وهو محكمة العدل الدولية وقرارها بإيقاف الحرب. وهنا يبقى السؤال، التوقيت بالنسبة لي مفهوم، أهمية القرار مفهومة، لكن آلية النفاذ بتاعت القرار إيه؟ على ما يبدو أن القضاء الدولي ينتفض ضد الكيان الصهيوني، إذ إن قرار محكمة العدل الدولية يتزامن والحراك داخل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص موضوع الإبادة أو جرائم هو لم يصرح بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهي الإبادة الجماعية، لكن التجويع وضد الإنسانية، فهناك حراك قضائي دولي ضد الكيان الصهيوني. عودة إلى أهمية قرار محكمة العدل الدولية، ويجب هنا أن نفرق بين محكمة العدل الدولية من جهة والمحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، لأن هما محكمتين منفصلتين. محكمة العدل الدولية كما يعلم الجميع أنها خاضعة للأمم المتحدة وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، بينما المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة، لكن ثمة ارتباط وثمة تنسيق بين المنظمتين الدوليتين. توقيت وتزامنية محكمة العدل الدولية، قرار محكمة العدل الدولية، يأتي في ظل زخم كبير وحراك عالمي سيما في المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وضد ممارساته في قطاع غزة حاليا. لكن من ناحية نفاذ أو إنفاذ القانون الدولي، وهذه المشكلة الكبرى التي يعاني منها القانون الدولي، وهي أنه لا توجد آلية ناجعة لإنفاذ أحكام القانون الدولي، سيما ما يتعلق منها بالشق السياسي بالشق الاقتصادي. ونحن هنا في معترك الحياة السياسية، وخصوصا في ظل
توأمة الرؤى السياسية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية، فالقرار سيظل له الجانب المعنوي، الجانب الذي يخاطب ويناشد الضمير الإنساني العالمي ويعول على منظمات المجتمع المدني العالمية، لكن آلية إنفاذه ستبقى محل شك نظرا لغياب وجود آلية ناجعة باستثناء يعني مجلس الأمن الدولي. مرهون بإرادة الدول والحكومات قولاً والأنظمة. هنا هرجع لدكتور محمد سبيت، هل بتعتقد أن هذا القرار زي ما ذكر دكتور حاتم أنه مرهون طول الوقت بإرادة الدول؟ ولو حطينا كلمة الدول دي خليني أبقى واضح، هي إرادة الدول الكبرى المتحكمة في آليات السياسة الدولية، يعني إرادة واشنطن على سبيل المثال جوه مجلس الأمن. فإلى أي مدى بتشوف يا دكتور أنه واشنطن أصبحت قريبة أو لا زالت بعيدة عن عدم إصدار فيتوهات واعتراضات على قرارات دولية بهذا الشأن، أو على أنها تستطيع أن تلعب دورا في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب؟ أولا كما نعلم ويعلم الجميع أن قرار المحكمة الدولية شئنا أم أبينا مرتبط بموافقة مجلس الأمن، وهنا نأتي إلى الفيتو الأمريكي. الفيتو الأمريكي لو لاحظنا أنه لم يتم استخدامه في آخر قرار تم اتخاذه في مجلس الأمن عندما أيدت 12 دولة موقف فلسطين واعترضت دولتين وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية. الارتباط الزخم العالمي مثل ما قال أخي الدكتور، الزخم العالمي الذي ابتدأ بحكم المحكمة الجنايات الدولية والذي كان موجها إلى أكبر رأسين في إسرائيل، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد ذلك جاء حكم المحكمة الدولية، وما بينهما كان اعتراف ثلاث دول أوروبية محترمة قوية بدولة فلسطين، إيرلندا، النرويج وأسبانيا، وقريبا سيليهم ثلاث دول أخرى هي مالطا والبرتغال لا أذكر حاليا للدولة، لأن هذول المرشحين الثلاث، وبلجيكا مرشحين لأنه رئيس الوزراء بلجيكا أكثر من مرة كررتها وجوب الاعتراف بدولة فلسطين. الموضوع كله العالم بعد 7 أكتوبر لم ولن يكون كما كان قبل 7 أكتوبر. هذا ما حصل في المحكمتين وباعتراف الدول، لم نكن كفلسطينيين نحلم به مجرد حلم، مجرد حلم لم نكن نحلم فيه، لأنه هذه حقيقة واقعة. كان كل يعني حتى في بداية الحرب، يعني الآن أنت فوجئت بالأمس مكتب المستشارية الألمانية يقول لو نتنياهو جاء عندنا سوف نقبض عليه بناء على أمر المحكمة الجنائية الموقع على الاتفاق فإسرائيل امبارح كانت ذهلة. بس أحيانا يبدو لي مثل هذه التصريحات وكأنها تحذير، ما تجيش بالضبط يعني خليك بعيد إضافة إلى ذلك المصبح. اعتراف الثلاث دول خلى إسرائيل تنتقم من السلطة الفلسطينية انتقام مباشر، يعني سحبت الغطاء المالي للبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية وهذا سيوقف عملها في العالم كله، سحبت بطاقات الفي اي بي الممنوحة لكل رجال السلطة، وده الحمد لله ده عمل خير إن شاء الله عشان ما حدش فيهم يروح عندهم كويس. كل دي انتقامات من السلطة الفلسطينية. الآن الموضوع بدأ يأخذ أبعاد مختلفة، أبعاد مختلفة. العالم الغربي بدأ يتحرك، يعني لو لاحظنا يوم السبت والأحد في جميع دول العالم حتى في مدن في أقصى الدنمارك أرهوس، يعني دي أنا رحتها في أقصى الدنمارك، أمستردام، المدن التي كانت محسوبة على إسرائيل قولا وفعلا تخرج ليل نهار، بريطانيا الآن وذهاب أخونا الهندي الآن إن شاء الله هو ذاهب في 3/7 في انتخابات 3/7. المظاهرات في بريطانيا لم تخرج فيها مثلها منذ 20 سنة. كل هذا تغير عالمي
بغض النظر عن النتائج التي نجدها في قطاع غزة من قتل وذبح وتشريد ونزوح، يعني نزوح داخل الوطن، ناس لرابع مرة تنزح من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الوسط وهكذا. طيب أنا أستأذن هروح لفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل نتكلم على نفس ذات السياق، مسألة أنه الإعلام بتاع العدو اتكلم على مصادر، يعني هم قالوا نقلا عن مصادر أنه مستعدين للانسحاب، وبيقولوا أن ده الاعتبارات سياسية. وهنا هيبقى السؤال لدكتور حاتم، هل الاعتبار سياسي ولا أنه أصبح الاعتبار قانوني وقد توقع ضغوط ما بشكل أو بآخر نتيجة لقرار محكمة العدل؟ وأيضا دكتور سبيتة، القلق السياسي لدى العدو والقلق العسكري أيضا، يعني هو قال اعتبارات سياسية ثم أكمل وعسكرية، دي نقطة أنا محتاج أفهمها شويتين، استنونا بعد الفاصل. طيب خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو. قلنا هنرجع لدكتور حاتم العبد على مساله الاعتبار القانوني اللي قالوا الصهاينه حول استعدادهم للانسحاب، يعني طبقا للاعلام بتاعهم بيقولوا اسرائيل مستعده لسحب قواتها من رفح لاعتبارات السياسه او الاعتبارات العسكريه، ولا هناك اعتبارات قانونيه اصبحت بتدفعهم لده، عندهم خشيه من توقيع ضغوط ما عليهم؟ نستطيع المزج بين الاثنين الاعتبارين، بمعنى أن الضغوط القانونية وتضييق الخناق القانوني على الكيان الصهيوني هم استعملوا ذلك في إعطائه مسحة سياسية، نستجيب للضغوط الدولية، نحاول الانسحاب، لكن يبقى في المقام الأول والأخير الضغوط القانونية، سيما في ظل تزامن مجريات المحكمة الإجراءات أمام المحكمة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. هل انضمام مصر لدعوة جنوب إفريقيا مؤثر على هذا الحدث وتحديدا جزء من هذا التصريح الإسرائيلي؟ إنها مصر إذا ما انضمت فالدبلوماسية العربية تنضم، فدبلوماسية الشرق الأوسط وبما لها من ثقل سياسي ودبلوماسي سيغير الموازين، لأن مصر مناصرة للقضية الفلسطينية على مر العصور، مصر لن تقف إلا إلى جانب الحق قولا واحدا. طيب هنا هرجع لدكتور محمد سميتة، وكنا بنتكلم على ما هو الاعتبار السياسي من وجهة نظرك اللي أشارت إليه أو أشار إليه الإعلام الإسرائيلي؟ أولا إذا لم نكن نتصور أن مصر مستهدفة في هذا السياق العام نكون يعني قريبين من الجهل أو أجهل من الجهل. هناك استهداف مباشر لمصر، مصر بعدها القومي داخل قطاع غزة، مصر الوحيدة التي لها حدود مع قطاع غزة. الآن أنت لو رأيت الوضع داخل إسرائيل، بداية التجاذب الآن والتحادث الآن خلال 48 ساعة اللي فاتت، الحرب بين نتنياهو والجناح العسكري، نتنياهو يقول لم يخبرونا بقبل 7 أكتوبر، والجناح العسكري يقر ويقول إنه إحنا أخبرناهم في تحركات يعني متضاربة، لدرجة أن هناك قائد للمنطقة الجنوبية إسرائيل أعلنت موته ودفنته قبل في 4 ديسمبر، والقسام أعلنت أنه موجود أسير لديها جرح أثناء اعتقاله. فالتخبط جوا إسرائيل، التخبط جوا إسرائيل لا قادر يعطيها قدرة سياسية ولا قدرة عسكرية. الآن يعني كما يعرف الجميع أنها أول ما دخلت قطاع غزة دخلت في الشمال، وقامت بتنظيف الشمال كما قالت وتطهير الشمال، بيت لاهيا، بيت حنون، جباليا. الآن المعارك اللي موجودة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون تفوق المعارك التي كانت في بداية الحرب، تفوق المعارك التي كانت في بداية الحرب. ممر نتسريم اللي عملوا له يقسموا به قطاع غزة إلى جزئين، الآن ملقف ومضرب لكل القوات المقاتلة، كل قوات المقاومة بكل فصائلها، هو مصيد لهم في النص من الشمال ومن الجنوب إلى رفح. حتى الآن
ما دخلوش نصف رفح. أولا دخلوا الجانب الشرقي وهم جاءوا من كرم أبو سالم كويس، ودخلوا مبر فيلادلفيا، وفي هذا أصلا كان هناك مشكلة مع مصر، لأنه صحيح. دخولهم مبر فيلادلفيا في تجاوز لاتفاقية كامب ديفيد، وهذا يعني مصر تتعامل معاه بمنطق وبسياسة وبعقلانية. الآن لولا الموقف المصري في رفض التهجير القسري أو الطوعي لأهل غزة لانتهت القضية الفلسطينية. مصر لا تحارب من أجل حرب غزة، مصر تحارب من أجل بقاء القضية الفلسطينية حية، وبقاء القضية الفلسطينية حية بشيئين، بقطعتي الأرض اللي موجودين اللي هي غزة والضفة الغربية، وباللاجئين الفلسطينيين الذين يحاولون تدمير قضيتهم بتدمير الأونروا. فمصر تتعامل مع الموضوع كله بأفق أوسع، ما يهمها أكثر من موضوع غزة هو القضية الفلسطينية التي هي هدف للتلاشي. يعني نحن نشك في أن الميناء الأمريكي في غزة هو ميناء للتهجير، مش الرصيف اللي بيعملوه ده. أنا أكاد أجزم أنه هو معمول علشان كده بس للتهجير، لأنه أي كلام حول أنه لإيصال المساعدات المساعدات الإنسانية تصل برا ثم جوا ثم الرصيف. يا أستاذ يوسف، ده رصيف معمول فنكوش، ده المساعدات قاعدة بتدخل من الأردن 30 و40 تريلا، بيلاقوها المستوطنين في الخليل بينزلوا المساعدات اللي عليها وبيكسروها وبعد كده بيحرقوها. شفناهم حاليا، شفناهم، دي حاجات اردنيه، فيديوهات كثيره موجوده حول ذلك. طب اخيرا قبل ما اختم الحلقه، عايزك ارجع لدكتور حاتم على سيناريو اليوم التالي. على ما يبدو، على ما يبدو انه الضرب هيقف، على ما يبدو قريبا بشكل ما. هنا هنبدا بالتاكيد نتكلم على سيناريوهات يوم تالي متعلقه بمساله الدولتين. أبرز معركة قانونية تظن إن إحنا هنخوضها يا دكتور إيه؟ هي حدود ما قبل 67 بتاعة 4 يونيو. 4 يونيو قولا واحدا، لأنه وده كان الخيار المصري على مدار تاريخ الصراع الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي، الاعتراف بقائمة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 4 يونيو. لأن أنا الضفة بتاعتي اللي قبل 4 يونيو غير الضفة بالزبط. بتاعتي دلوقتي بالزبط. الضفة بتاعتي دلوقتي تم الاعتداء عليها بمستوطنات، ليست مستوطنة أو اثنين أو ثلاثة، وحتى دكتور محمد سبيتا يصححنا في ذلك. فأنا هيبقى في عندي معركة كبيرة، إزاي هقدر أتعامل مع هذه المستوطنات اللي أصبحت في قلب الضفة؟ الشرعية الدولية تتيح لحضرتك اكتساس هذه المستوطنات كما المستوطنات في سيناء، شبه جزيرة سيناء بعد الانتصار، وفي غزة، وفي غزة، وفي غزة في 2005 لما 2005 انسحبوا شارون، تم الانسحاب، تفكيك المستوطنات واكتساسها من جذورها. فهذا أمر وارد ولهم سوابق وقد قاموا بتفكيك مستوطنات قبل ذلك، فالأمر ليس بمستجد أو ليس بشيء جديد. لكن أأمل أن تصطف الفصائل الفلسطينية وأن تقف خلف قلب رجل واحد في المفاوضات كي نصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو 67. ست فهروز قالت إيه في أمل؟ أوقات بيطلع من ملل، وإن كان مفيش ملل، المسألة إنه الأحداث كثيرة ومتلاحقة وساخنة. أنا واحد من الناس اللي دايماً بحلم بأنه كل الفصائل الفلسطينية تنضوي كلها تحت راية منظمة التحرير، لأنه ده مكتسب إحنا عرفنا ناخده. هذه اللحظة هي لحظة عروبية بامتياز ولحظة قومية بتفرد، يجب على الجميع اغتنام هذه اللحظة واغتنام هذه الفرصة. إن لم يصطف الفلسطينيون الآن فلن يصطفوا أبدا إن شاء الله. طب ده آخر حاجة هاخدها، يمكن فضلي هي دقيقة، يمكن أقل من دقيقة. دكتور سبيتا، هل تتوقع بشكل واقعي إنه كافة الفصائل هيبقى في عندها استعداد حال إيقاف هذا العدوان إنه كله يبقى تحت لواء منظمة التحرير، ولا تساورك شكوك؟ لا تساورني شكوك مليون في المية. كم في المية شكوك؟ كم في المية؟ 50% شكوك. 50-50. 50% شكوك. احنا مأساة الدولة الفلسطينية القائمة هي في الضفة الغربية. الضفة الغربية مش المستوطنات فقط، المستوطنات فيها 750,000 مستوطن. فيها طرق التفافية صنعت للمستوطنين، فيها الجدار الفاصل. صحيح. أخذ 10% من الضفة. جدار فيها القدس. فيها القدس.
يعني القدس قبل حدود 4 يونيو التي نتحدث عنها كان سلك فاصل بين القدس الشرقية والغربية، أوكي؟ سلك فاصل يقف عليه الناس من الطرفين يتبادلوا التحيات. فهل هذا يعني هناك فكرة لاستبدال أراضي، استبدال أراضي، هناك فكرة لإزاحة الفلسطينيين 48 الموجودين داخل إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية، كويس؟ يعني هناك كذا فكرة كلها سيناريوهات عديدة ما لا أول لها ولا آخر، ولكن كما قلت ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما كان بعد 7 أكتوبر. الدنيا تتغير، الدنيا تتغير، والحمد لله لصالح فلسطين. احنا بنحلم انها تبقى لصالحنا فعلا. يا رب. مشكورك جدا جدا دكتور، كل الشكر دكتور حاتم، نورتنا وشرفتنا. كل الشكر دكتور سبيتا، نورتنا وشرفتنا، نورتونا فعلا كما جرت العاده. كنا مركزين محددين، بس يمكن ايه اليوم النهارده كان مزدحم حبتين، الى ان نلتقي ان شاء الله على خير. كل الشكر مره ثانيه، شكرا جدا ليكم على حسن المتابعه. ربنا يديك الصحه. خلص الكلام صحيح، بس طبعا ده في البرنامج لحد دلوقتي، لانه ثواني هيكون موجود معانا كريم رمزي يحتفل ويحتفي بفوز الاهلي النهارده على الترجي والحصول على البطوله رقم 12. مبروك، الف مبروك يا كيمو، مبروك للاهلي ومبروك للكره المصريه كلها. الف مبروك لمصر كلها، كلنا والله لسه بنتفرج على اخواتنا في غزه، كانوا قاعدين بيتفرجوا على الماتش وبيشجعوا الاهلي. فوق ما تتخيل. اه والله حاجه تفرح، فوق ما تتخيل. حب الحياه جدا. لا لا، بيعشقوا الاهلي، حب الحياه وحب مصر الحقيقه. هناك جمعيه في غزه لمناصره الاهلي. الله اكبر، كويس. اه لا، على كل، لو كان لنا العمر هنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.